Dictionaries are books that have words in them in alphabetical order, and they explain to you things about these words. القواميس هي كتب فيها قائمة بالكلمات مترتبة بالترتيب الأبجدي علشان تعرف منها معلومات عن الكلمات دي، سواء معناها أو جمل بتديك أمثلة لها. So a dictionary is a book and that has words in alphabetical order. Very important. Alphabetical order. PH, we pronounce it often as most of the time. أغلب الوقت بننطق الـ PH باستثناء بعض الحالات. Okay? So, alphabetical order يعني الترتيب, order الترتيب الأبجدي. علشان تعرف تلاقي كلمة في القاموس لازم تكون طبعا عارف الترتيب الأبجدي للحروف بتاعتها. فأنت لازم تكون عارف الترتيب الأبجدي للحروف الإنجليزية. The alphabets, huh? الحروف الأبجدية. Okay. لما تفتح كتاب قاموس بدور فيه مثلا على كلمة busy وهتلاقي مثلا الصفحات هتدور طبعا على حرف البي أول حرف. You're looking for busy. So you're looking up the word busy. So you look for the letter B in the dictionary. So it says here somewhere B. And on this page, it will mention, for example, bundle. And on the other page, it will mention butcher. Okay, let's see. Will you find busy on this page? Let's see. Busy, so it's the B. So the B page, it could be there. Okay, so بدور على كلمة busy. يبقى أنت احتمال تلاقيها في الصفحة دي لأنها الصفحة دي B. مش كده؟ الحرف اللي بعدها هو اللي هتبتدي تدور بي إذا كانت فعلا في الصفحة دي ولا لأ. تعمل إيه؟ حرف U هو هنا موجود. طيب وهنا كمان. يبقى نشوف الحرف اللي بعدها. Letter S. So U is there. Okay. The chance is higher that it's in this page. الفرصة أكبر إنها تكون موجودة في الصفحة دي. حرف S. LMNOPQRS. So, s comes after n. So, الظاهر انها ممكن تكون موجودة هنا. نتأكد ازاي. How do we make sure? So, s comes after n. So, it could be after this. Correct. We're in the right direction. بندور صح. الفرصة اللي بعدها بقى ان احنا ندور في الكلمة دي على الحرف التالت. هنا ده التالت. هنا ده التالت. See? S, O, P, Q, R, S, T. So obviously S comes here before T. So it's definitely in this page. The word busy, you'll find it here. يبقى أكيد هتلاقيها في الصفحة دي. عرفت ازاي تاني؟ تدور على الحرف وبعدين تدور على الحرف اللي بعده في الكلمات هنا
لو لقيته بين البنين هنا، هنا نفس الحاجة، يبقى الحرف الثالث. لو لقيته بين الثالث هنا والثالث هنا، تبقى الكلمة دي موجودة. اوكي، طيب كده لقينا الكلمة. الديكشنري بيعرفك معلومات عن الحاجات، في معلومات كتير ممكن تلاقيها من القواميس. زي ايه؟ So what can we find in a dictionary? Why do we use it? We use a dictionary to look up the meaning of a word. So احنا بنستعمل الديكشنري ليه؟ القاموس، علشان نعرف معنى الكلمة، علشان نعرف ننطقها ازاي، to learn how to pronounce it, pronunciation. بنتعلم كمان ال stress ازاي بننطقها صح، وازاي ال syllables بتاعتها تتنطق. دي مواضيع هنتكلم عنها في المستقبل. وكمان بنعرف إذا كانت هي noun، إذا كانت اسم. هكتب لكم العربي هنا، pronunciation اللي هو النطق الصحيح، meaning هو المعنى، هنا هل هي اسم، هل هي فعل، أو حاجات تانية زي مثلا pronoun، ضمائر، هل هي adjective. هل هي مثلا adverb، حاجات صفات، حاجات مساعدة للأفعال. وبتعرف كمان الفوناتكس بتاعتها، دي تبع البرونانسيشن كمان، يعني بتعرف معلومات كتير قوي ازاي تحطها في جملة مثلا. كمان ممكن تعرف synonyms، وانتونيمز، يعني الحاجات الكلمات اللي لها معنى زيها، او الكلمات اللي لها معنى مضاد. كل الحاجات دي هنعرفها في المستقبل، لكن عاوزة اشرح لكم يعني انه القاموس بنعرف منه حاجات كتير قوي، مش معنى الكلمة بس. So a dictionary can tell us about more than the meaning of the word. It can tell us several things that we can use for our learning process. عاوزة أعلمكم أو أعرفكم، ألفت انتباهكم إن في أنواع من القواميس. فأنت لما تروح تشتري قاموس، عاوزة أنصحكم بالانتباه لأنه في نوعين من القواميس. يعني نوع بيقولوا عليه hard dictionary. There are two types of dictionaries in the modern world. There's hard dictionaries and there is soft dictionaries or electronic dictionaries. I would suggest that you use both. انا اقترح ان انتوا تستعملوا النوعين، لانه القاموس الورق بيكون له احساس خاص وبتفتكر بيه الحاجات فيجولي احسن شوية من القاموس اللي بتشوفه اونلاين. عاوز اعرفكم كمان ان في انواع من القواميس. خلينا نشوف. مثلا في قواميس بالصور للناس اللي عندهم ملكة التعلم بالرؤية اكتر، الذاكرة بتبقى عندهم أفضل صوريا بالصور. ده مفيد قوي إنك بتعرفي أو بتعرف الاسم بالإنجليزي والعربي وصورته. هنا كمان دي للسيدات مثلا اللي بيحبوا التسوق للأكل، تفيدهم. وهنا اللي عاوزين يتعلموا حاجة أشكال هندسية مثلا مع أولادهم، دي مفيدة برضو. في كمان you also have dictionaries for children. Children's dictionaries, not only that they have very nice simple explanation of words، مش بس كده، وفي كمان معاهم
شرح للقواعد في الآخر هتلاقيه. يعني هنا مثلا هتلاقي some general spelling rules. ده مفيد قوي علشان الطفل أو البالغ يتعلم الكتابة صح. في كمان dictionaries مثلا هتلاقي phrasal verbs and idioms, English idioms, synonyms and antonyms. في mini dictionary هتحطه في جيبك أو تاخده معاك الجامعة أو المدرسة تحطه في شنطتك. في easy learning English vocabulary. في حاجة اسمها thesaurus. فحسب انت عاوز ايه من اللغة ممكن تشتري القاموس المناسب. اعرف كمان انه ال dictionaries ممكن يكونوا monolingual. يعني ايه monolingual؟ يعني لغة واحدة. monolingual يعني هتلاقي لغة واحدة فيه، يعني الكلمة بالإنجليزي وترجمتها بالإنجليزي شرحها بالإنجليزي. وفي dictionaries bilingual or more. bi يعني اثنين، mono يعني واحد، lingual يعني لغوي. so bilingual يعني لغتين. ال bilingual dictionary يعني مثلا إنجليزي عربي أو عربي إنجليزي، ده مفيد للمبتدئين خالص. واللي عايزين يحسنوا لغتهم أكتر أقترح المونولينجوال لهم علشان يقدروا يستعملوا اللغة بطلاقة أكتر. طبعا الاثنين ممتازين، لكن خطوات يعني لو تحبوا تعرفوا أكتر عن اللغة تستعملوا المونولينجوال. Alright. عندنا كمان dictionaries online، وأنا أقترح عليكم الأسماء التالية: Oxford, Learners, Dictionaries, .com. يعني هما الكلمات دي على لازقة في بعضها .com. ده أحسن واحد لأنه في رأيي، لأنه كمان في أيقونة أو آيكون تسمع منه الكلمة بالنطق الإنجليزي البريتش والأمريكان، فالنطق بتاعه كويس قوي لأنه بيوفر لك كل طرق النطق. حتى تلاقي الأمريكاني في أكتر من نطق، والإنجليزي برضو أو البريتش في أكتر من نطق. في كمان dictionary.com. ده برضو كويس قوي. لو انت عاوز تعرف معنى كلمة هتدور في جوجل، ممكن برضو تروح عند جوجل وتقول له يا عمو جوجل قول لي معنى الكلمة. so word تحط الكلمة زائد تحط meaning. so you go to Google and say I would like you to help me with. so you type in the word plus the word meaning and you will get it immediately explained in English. okay. لا أنصح قوي بجوجل ترانسليت لأنه العربي للأسف مع الإنجليزي مش مظبوط قوي، أو العربي عموما للأسف مهمل في جوجل ترانسليت، إلا إذا كنت يعني في ظروف صعبة وعاوز تفهم ضروري. لكن لو عاوز تتعلم بجد أقترح الديكشنيريز دول. في المستقبل بقى هنتكلم إزاي نستعمل ديكشنيريز وإزاي ندور على كلمات وكده. دي بس كانت مقدمة. نسمع الأغنية. تحياتي لكم. Helps you out with looking up words. Walks you through the pages of meanings. Leads you around parts of the speech. Sentences to express your feelings. A noun is the name of someone, place or state, like man, home or love. A pronoun replaces a noun. A word like I, you, me, he or she. And if you want to describe a noun or pronoun, add an
adjective. Like big red is your English. A verb describes an action or state. Like eat, work, or love. And if you want to describe a verb, joke, add, and add verb. Like slowly, quietly, well, or often. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Do what you want with a dictionary.